السلام على الشيب الخطيب، السلام على الخد التريد، السلام على البدن السليم. سيدي ما خاب من تمسك بكم، أمنا من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة، تبدي النياحة ألحانا فألحانا، مسجورة القلب إلا أن أعينها كالمعصرات تصب الدمع عقيانا، تدعو ما ضليت أحد يا زينب تدعون منه، تدعو أباها أمير المؤمنين، ألا يا والدي حكمت فينا، رعايانا وغاب عنا المحامي والكفيل، فمن يحمي حمانا ومن يأوي يتامانا، ندعو فلا أحد يصبو لدعوتنا، وإن شكونا فلا يصغى لشكوانا، إن عسعس الليل وارى بذل أوجهنا، يعني مسلبات يا شيخ، إن عسعس الليل وارى بذل أوجهنا، وإن تنفس وجه الصبح أبدانا، قم يا علي يا علي يا علي يا علي، قم يا علي، فما هذا القعود، فما عهدي تغض عن الأقذاء أجفانا، فانهض لعلك من أسر أضر بنا، تفكنا وتولى دفن قتلى، ياهو مصاب الصطب قلبك يا مصونة. هلا ما أبغي أتعبك وياي، أنت جاي متعب، خليني واسمع الونة خفيفة من عندك مأجور، الله يثيبك وعودك إن شاء الله على هالليل. ياهو مصاب الصطب قلبك يا مصونة، خلاك طول الدهر منحولة وحزينة، صاحت أني قلبي من اللعاب داي، ما تنحصج روح إلا فين من المصايب، من صغر سني شافت عيوني العجايب،
ما جفت دموعي على خدودي هتون، شفت امي الزهرة ما بين الباب والجدار. اول المصايب اشوفها زينب. شفت امي الزهرة ما بين الباب والجدار، مكسورة الضلعين وهي تصرخ بالاخمار، وينك يا حيدر ما تجي وتشلع المسمار، وابوي طلع بل اعاد ملببين. ويلي وشاهدت عيني والدي راعي الفراس، سيف ابن ملجم يوم صاب وفضخ راسه، ولا فاد بالضربة دوى وغابت انفاسه، وشفت الخلايق للمقابر شايلين، وشفت الحسن خويا جرع من كاس السموم، مرمي على فراش المرض ما يقدر يقوم، بطش ظلت شبدته تسبح بالدموع، وبسهامهم نعشى الأعاد مصوبين. يلا المصيبة العظمى مصيبة اليوم. شفت العزيز حسين مرمي فوق غبرة، وشفت الشمر بنعال صاعد فوق صدرة، وقبال عيني يا شيعة وقبال عيني شال سيفة وقطع نحرا وراس المشكار بالأسنة معلقين. والله ومن بعد ما ظل على حر الوطية انهتك خدري وركبوني على مطية. ضاعت زينب يا شيعة ضاعت. ومن بعد ما ظلوا على حر الوطية أن انهتك خدري وركبوني على مطية، دشاني المجلس وساتر ما علي. والله دشاني بمجلس وساتر ما علي، وقبال عيني راس اخويا مهشمين. لكن الامر لله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. طيبوا هذا المجلس المبارك ونوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عندما يتذكر أهل البيت سلام الله عليهم هذه الليلة العظيمة، الإمام زين العابدين صلوات الله عليه، ما تقول الروايات أنه ما قدم له زاد إلا ومزجه بدموعه،
ولا قدم له ماء إلا ومزجه بدموعه. فيسألون الإمام صلوات الله عليه سيدنا مولانا إمامنا إلى متى هذا المكان؟ أتبكي على الحسين؟ هذا الحسين زلزل الدنيا بما فيه. تقول الروايات لم يبق بيت في الشام ولا الكوفة إلا وتسمع فيه نائح ونائحة، يعني ما قصروا في كربلاء. يلتفت الإمام يقول صحيح الحسين صلوات الله عليه وأهل بيته وأصحابه في كربلاء ما قصروا في كربلاء، لكن أتعلمون ما الذي يقرح فؤادي؟ قرح جفون إمامكم، قالوا شنو يا ابن رسول الله؟ قال والله ما نظرت إلى عماتي وأخواتي إلا وتذكرت فرارهن من خيمة إلى خيمة ومن خباء إلى خباء. أنا أبكي على حال عمة زينب وأخواتي وعماتي عندما هجم القوم علي. أنت تصور ما انجلت الغبرة في هذا اليوم. تقول الرواية أظلمت الدنيا، تغير الكون. مولاتنا زينب كانت عند الإمام زين العابدين تقول له سيدي ومولاي أرى الدنيا قد تغيرت، السماء محمرة، الدنيا مظلمة وإحنا في وقت الظهيرة يا سيدي ومولاي، نور عيني سجاد. قال عم سنديني إلى صدرك واكشفيني عن طرف الخيمة. سندت إلى الإمام، كشفت عن طرف الخيمة. تقول زينب وإذا به يرتعش بين يديه، عم زينب شدوا الأزر البسوا الأزر وفروا في البيداء على وجوهكم فهذا رأس أبي على رمح طويل. فروا يا عم، بني أمية ما في قلوبهم رحمة. تقول الروايات فخرجن ربات الخدور عاثرات حفاة الأقدام في البار. هذه تجر طفلها وهذه مقنعتها وهن ينادين وضيعتا. وانت تتصور بني أمية عندما هجموا على المخيم رحموا الأطفال والنساء؟ لا والله. شيخ حسن زين قدس الله نفسه عميد منبر البحر ايش يقول؟ يقول انا حسب اطلاعاتي وقراءاتي ان عدد الاطفال الذين قتلوا في هجوم الجيش 8 أو 9 أطفال. اسمع التفصيل كيف قتلوا. منهم من سحقته الخيول على باب الخيمة مثل حميدة بنت مسلم التي ردتها الخيول وطحنتها على باب المخيم. يقول ومن الأطفال من بقرت بطونهم بالخناجر، ومنهم من فروا إلى البيداء وأرجعتهم زينب في المساء موتى. وقد نادى عمر بن سعد لعنه الله احرقوا بيوت الظالمين. النار قامت تشتعل من خيمة إلى خيمة. الإمام الحسين في ليلة 10 من المحرم للوداع قرب الخيام بعضها من بعض من أجل الوداع آخر ليلة هذه. ولذلك النار عندما اشتعلت كانت تنتقل من خيمة إلى خيمة. انت تصور وياي صراخ النساء والأطفال والنار تشتعل. كل النساء خرجن من الخيام إلا زينب بأبي وأمي لازم خيمة العليل. يقول حميد بن مسلم أرى امرأة علوية تدخل إلى الخيمة وتخرج منها، جئت إليها أمة الله أنجي بنفسك فإن النار قد اختربت من الخباء. صاحت أين أمضي يا ظالم ولي بالخيمة علي. ما يقدر على القيام. انت تدري من هو اللي طلع العليل من الخيمة؟ دخل بنو أمية وإذا بالعليل مسجا على فراشه هذا يضربه بالصوت.
وهذا يقلبه من على فراش وزينب تنادي واي ماما سحب بنو أمية العليل من الخيمة جروجر يا شيعة ورموه خارج الخيام وقبت زينب حاشا بكراء على رأسها بعشرها ايش تقول لي لبني أمية تقول الخاطر الله يا أهل الكوفة ارحمونا لا تهجمون خيامنا وتروعونا احنا نسوان ما عدنا محامي ترحموا الحال ردوا ونباجيب لكم سلب العيال لا تدخلون الخيم تتروح الاطفال خافوا من الله هالخبا لا تهتكون قال هل ترجون وقع جسمه بالرغام وملزوم نهجم بالسوية وسط الخيام ننهب رحال حسين ونروح هليتام قطع الرجاء مالك محامي ترتجينا والله ما بين ما هي واقفة وتدير الأفكار إلا المنادي يصيح شبه الخيمنا راح الصناديد الحرم هتكو هالأستار حتى طفلهم لو بجا لا ترحمون وهجمت على ذاك المخيم هم قام لنذا واحد ضرب طفله واحد فصم خلخه واحد سلب طفله وسحبها فوق الرمال واحد ينادي راح خدرك يا مصون وش سوت زينب وين تولي صعدت على تل الزينبية توجهت بخطابها إلى الإمام الحسين أبا عبد الله إن كنت حيا فأدركنا وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله ويلي ويلي وصعدت على الطف على التل الحزينة بقلب مفتوت شبكت على الراس بعشرها وصاحت بصوت يا حسين دنها بهجمة العدوان لبيوت اجموا علينا يا اخويا وفرهدون قالها بلسان الحال منا وصعد انفاس يا مخدرت حيدر ابونا صعب المراس يا اختي العتب ما يفيد في جثة بلا راس يا اختي يا زينب ضيعتك غصب علينا يلا بعد ابيات هاي الليلة ما لها الليلة هالابيات تمر عليك كل عام تشتاق اليها في مثل هذه الليالي المؤلمة تقول لودي أوصل مصرعاك وانجدل وياه لكن شبيدي لازم ذيالي يتام لا يقدر السجاد ينهض كان جينا خدك نوسدى وبالدمع نغسل الطبرة مأجور مأجور الله يعودك تدري الوحدة تبهض عزام الرجاج واني غريبة وعايلة ومجبل عليلة أني خافي ضعنا من الصبح من كرب ليشي وانت الظل عارب هالفلا وإحنا ضعيف جاوبها بلسان الحال
قالها يا يا زينب ها لازم يتركوني وباكر تمر بيا الضعين وتنظريني وان كان ردي يا مصونة توصليني بجبل عليش الليل جيب الفاطمية ان كان يمي تقدرين تجين لا بس يم الشريعة توصليني الجسد عباس طلعوا بسواد الليل يحرسكم عن الناس ولزم الصبر يعزي زت الزهرة الأمر ف لكن أخيانا لسهمين بقلبي يا مصونة ومزع حشا مثلت ولا تمكنت أشل علة من قفاي يا اختي تخلوني أموت وما حد ويا جيبي لي سكينة قبل ما يفرق البيت وين أجيبها لك أبا علي وين أجي لك أبا عبد الله وقد هدكت الخيام يا إيه صاحت يا نور العين والله تحيرت بيك من تجي يمك وشوف العلة تلبيك لو هالدواء قلبي لفت قلبي وداوي واغسل جرح قلبك يا خويا بدمعة العين الله هذه الليلة ما تمنى حزين الدنيا حزينة هذه الليلة لما أظلمت الدنيا على زينة مجمعة النساء والأطفال في بقايا خيمة العلي التفت لها زين العابدين سلام الله عليه عم زينة هذا الليل مظلم والنساء بلا كفيل خلينا نحرس النساء والأطفال نوزع هذا الليل إلى ثلاثة أوراق أرد أنا أجلس بيا زينة لأني عليل مريض الورد الثاني إلى عمتي أم كلثوم والورد الأخير لك يا عم يا زينب باعتبارك الكفيلة أنت يا زينب جلس السجاد جلست أم كلثوم وإجا وقت زينب جلست أمام الخيمة حاطة إيدها على خدها وتنظر المعركة أبا عبد الله أرضيت بسلبنا جايبوننا للسبي أبو علي جايبني أبا عبد الله أنهض وانظر إلى متون أختك زينب أبا عبد الله أختك لما شافوها الأجانب يتصفحون وجوها خيم يا حسين محروقة وانا هوات علي وراسك راح للكوفة وجسمك راح ضغط مضيت بليلة العاشر وشدايدها ولا دامت وكم مرت علي الليال من العين ما نام وين النوم والقعدة وهاي ايتامكم هامة شي ماتت من الروعة وشي ظلت تحن بالوقت قول الرواية افتقدت زينب إلى يتيمة من يتامى الحسين قالت إلى أختها أم كلثوم خلت أمام الخيمة وأني أخرج في طلب اليتيمة جاءت زينب إلى المعركة تعثر بالأجساد من جسد إلى جسد تبحث عن الطفلة شافها واحد من بني أمية قال لها أمة الله شم طلع منك بالمعركة قالت يا ظالم لنا طفلة ضائعة قال إن صدق ظني فإنها عند جسد الحسين فقد رأيت سوادة ممتدة على جسده
أقبلت زينب مسرع إلى جسد الحسين، وإذا تسمع اليتيمة تكلم أبوها الحسين: أبا، أبا حسين، ما لك لا تحدثني؟ تقول أثار الأبو يا ناس خيمة يفي على بناته وحريمة، يباشرهن ولبسه بالزينة. أقبلت زينب شالت اليتيمة: روعتين قلبي، شلم طلعنك بالمعركة. قالت: عم، عندما هجمت الخيل احترت بين نارين، نار المخيم وحوافر الخيول، ففررت على وجهي في المعركة بين الأجساد، وإذا بصوت من منحر أبي الحسين: بني أنا أبوك الحسين. رضيت بليلة العشرة وشدايدها ولا دام، وكم مرت علي ليال من العين ما نامت، وين النوم والقعدة وهاي ايتامكم هامت؟ شي ماتت من الروعة وشي ظلت تحن بالوقت. نص الليل يا ابن امي ولن طفلة فقدناها، أتاري فرت بدهشة جحوم وما حد وياها، وحدي طلعت أدورها وأدور وين ملفاها. شفتها وياك ممتدة وعلى خدها الدمع عيشي. بعد خلصت مصايف يا زينب قالت: لا، جبتها وياي للخيمة ولن اختك تناديني. زينب: قومي دوري وياي، راح وين الطفلين؟ طلعنا نفتش الوادي ولا توجد درب عيني، ولن وجوههم ليت لوح تقول نجم سهل. شحكي لك يا نور العين، دهر الشام آذان وهضم الماجر، ولا صار بالمخلوق رواني. شفتهم يا الولي ميتين، واحد حاضن الثاني. الكبير على الأخ حاني يضم عن وحوش الليل. جابتهم إلى الخيمة زينب وجلست أمام الخيمة فيما تبقى من هذه الليلة المؤلمة. خفقت عينها خفقة، وإذا ترى كأن فارس مقبل من المعركة. لزمت قلبها زينب: شلم جيب الفارس بنص الليل؟ ما كل نساء، ما كل أطفال. رقبت الفارس وإذا بي قد أخذ الطريق من خلف المخيم. لحقته زينب نادته: يا فارس، إن أردت ما يسلب فليس بالخيام ما يسلب. ما في إلا أيتام، ما في إلا نساء فاقدات. كل يلجاي يم خيامنا، إيش تريد خيال؟ إن كان قصدك سليب ما خلوا العدا يحق، هجموا علينا وفرهدا وما في خيمنا. شكواي لله سلبوا حتى إزرنا، وكل ما نخينا ما لف واحد رحمنا. ما تراقب الله تهجم على الحرم خيا، تحكي وهو يسمع ولا سمعت كلامه، من غير نور يلوح ومضيق التامه. كل ما حتى الدمعة على خده تهامه، نادت تصد والله انت خيت فحل الرجال.
يعني زينب تنتخب النجف بأمير المؤمنين ترجع يا فارس لولا أما انترد لو انتخب غوث المنادي ملجي العذراء ناصر محمد الهادي بس ما سمعها صاح دوبت فادي لا تعددين مصيبتك ما تمليحة صاب اللي صاب الصاب قلبي يا حزينة تخبرين من شاف المصيبة نصب عينة قالت من انت قال انا الما تنكرينة انا علي الكرار ردي ما خف الحال رجل من جواده هلقت برأسها في صدر أبيها أبويا وينك أنت اليوم جايين لابن الصليل أبويا قتل الحسين أبويا بناتك ضربوهم سلبوهم جايين بالليل شلمالعك ما جيتنا يوم انتهينا لو ما سمعت أصواتنا يوم انتخينا قالها يا بنتي ما خف حالك علينا لكن شبيدي رايد الله لك بهالحال مسكها من ايدها وجابها الى الخيمة زينب بتخيل الخيمة مع النساء شال ايدها واراد يمشي وانا بتروح يا علي هذه الليلة طويلة ما عدنا رجال ابقى ويانا يا امير المؤمنين قال ما اقدر يا زينب اسمع ونين الاطفال والنساء ما اقدر ابقى رد الخبا باري عليلك والنساوين وانت لوين القصد قال لها الغريين انا ما اقدر ابات بكربلة واسمع خلوني ما اقدر اشوف حسين مرمي فوق الرباط لطمت على راسه زينب ما تقدر تشوف الحسين مرمي شحالك زينب بنتك يا علي والصوب يلا وروح يا من الجيل عذراء ما تقدر تشوف حسين مرمي فوق غبراء شحال اللي شافت شمر صاعد فوق والصوب يلا وروح يا من الجيل عذراء ما تقدر تشوف حسين مرمي فوق غبراء اش حال اللي شافت شمر صاعد فوق صدراء حبر وداجة وشال راسه فوق عسى عميت عين لا تدمع عليك يا زينب إمامنا الصادق يقول من لم يبكي فليتباكى يعني هبط راسه أقل تقدير لما يسمع مصيبة زينب عميت عين لا تدمع عليك يا زينب يلا أبيات الدعاء وأسألكم الدعاء هذا مخيلة هالشاعر يريد يفطر القلوب هذه الليلة يقول زينب لما نزلت إلى المعركة وصلت إلى جسد أخوها الحسين حركته عن التراب رب اللهم تقبل منا هذا القرب العظيم بس ما عتبت على أخوها إمامها معصوم ما عتبت عليه وين عتبت زينب لما وصلت إلى المشرع هناك قامت زينب تعتب على أبو فاضل وتحمل عتب زينب هذا الشاعر شوف وين مرايح بالتصور ويانا هذه الليلة قل أبو فاضل أني طلعت من الخيمة علمك مو على راسي ظلام الطريق متعودة علمك يا أبو فاضل رفرف على راس زينب يا خويا الدنيا ظلمة والدرب خوف ظلك على راسي ما نشرته مو بس هو ظهر حسين مكسور انا عمري ابو فاضل كسرت
مو بس هو ظهر حسين مكسور، أني عمري يا أبو فاضل كسرته حين ذكرت حسين عطشان، ما فكرت بحجاب الكفل، ما فكرت اختك وين هالحين، والمحمل اللي بذمتك ركبته سبن الشمر لما نجيب الطارق. سبن الشمر لما نجيب الطاريك، معقولة يا اخويا ما سمعت؟ لو ما رف لك جفن من ضرب المتون حين اللي سطرني وينك انت؟ يا ابو فاضل هذي تالي هالأخوة، يا ابو فاضل هذي تالي هالأخوة، يا ابو فاضل هالعدو تدري سوا، يا ابو فاضل صوت بمتوني تلو. لا تجيني زينبي قتلت ونين، لا تجيني قطع شمالي ويميني، لا تجيني السهام بعد بعيد. يقلها زينب يا زينب، أنا مستحي وغطيت وجهي بالعلم، من عباتك أشم دخان الخير، مستحي وغطيت وجهي بالعلم، من عباتك أشم دخان الخير. خلي بعيوني يا خيا هالسهام، خايف انظر لجبلي يا والي حسين، يا حسين 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 حسيني الهوى انت حسين. بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا، وخلفوا في سويد القلب نيران، إلهي بغربة زينب بدموعها بصبرها فرج عنا فرجا عاجلا يا الله. في كل مريض فك قيد كل أسير يا الله يا الله. الإخوة الحاضرون فردا فردا المسببون لهذا الشرف العظيم، احفظهم في أنفسهم ومن يلوذ بهم ومن تحوطه عنايتهم، ونحن وإياهم يا الله. يا موتانا وموت المؤمنين والمؤمنات أجمعين، لا سيما العلماء والأعلام الشهداء الأبرار، رحم الله من قرأ سورة الفاتحة مع الصلوات.